خريه سنبول انتي عرقانة كتير مولاتي، اوعيكي مي لازم تغيريهن. الخانم وينها؟ فاليريا خانم لساتها موجودة عند مولاي. ما بيهمني اسمها ومين هي، اخدتوا احتياطاتكن معك، ما رح تصير حامل. لا تخافي، الحكيمة قامت بالواجب قبل ما يبعدوها، من المستحيل انه تحمل. حياتي صارت مظلمة،
ما في يا نور. قلبي رميته بإيدي ببير ما له قرار. إيه مظبوط هذا الشيء. أنا عملت هيك بحالي. ما كنتوا مجبورين تساووا هذا الشيء مولاتي السلطانة. بالبلد اللي أنا ولدت فيه بيقولوا مو بس الأعمى اللي ما بيشوف، لا والمغرور كمان ما بيشوف. رح حارب نفسي وغروري يا خانم، وما رح خليه إنه يهزمني أبدا. رح ساوي كل شي بيطلع بإيدي لأقضي على كل أعدائي، وما رح أتراجع لو شو ما صار. هيام، إن شاء الله تكونوا قضيتوا ليلة مريحة. بتمنى تكونوا انبسطتوا. قالوا لي إنه أنت اللي بعتي البنت لعندي، مزبوط؟ للأسف الزمن ما بيرحم حدا بنوب، وخاصة يلي بصيروا بعمري. كنت حابة الله يرزقنا بولاد تانيين. لا اعتراض على حكمه، والواضح انه هذا الشيء يا مولاي مستحيل انه يصير. ولهذا السبب انت لا تشغلي بالك بهي المواضيع. انا لو كان بدي اولاد تانيين يا هيام، كان فيني بسهوله اني اجيبهم. انا اساس وجودي بهالحياه مشانك يا سليمان، وما رح اوقف بوش سعادتك حتى لو شو ما صار. هيامي، انت سلطانة قلبي وروحي. حتى لو اجتمعوا كل بنات الدنيا عندي بهالقصر، ما رح يمنحوني ولو ذرة من الحب والأمان اللي انت منحتيني اياهن كل هالعمر. هيام سلطانة، لوين رايحة؟ أنا طالعة على الحديقة الخاصة، حابة إني شم شوية هوا. إيه كتير منيح، طلعي. أنت هلأ بمرحلة صعبة وأحوالك عم تتغير من يوم ليوم. الشي اللي عم تحكيه مزبوط، ولهذا السبب لو أنا كنت مكانك كنت رح كون حذرة على طول. خبروني إنك بعتي جارية لعند مولاي السلطان يا هيام. أنت هلأ بموقف ما بتنحسدي عليه أبداً. للأسف كل شي خططتي له كل هالسنين رح تخسري وتخسري قوتك معه. ظاهر إنك ما تعلمتي بنوب من الدروس اللي أخذوها السلطانات، مع أنه لازم تكون نهايتهم عبرة لإلك. لا تنسي أنه أنا هيا وما بركع بسهولة. لا تكوني واثقة بحالك، مولانا بالآخر رح يتخلى عنك. بما أنه فتح باب جناحه الخاص، ما في قوة بالدنيا رح تسكره. وحتى لو كل جواري القصر راحوا على جناحه يا سلطانة،
أنا بعرف منيح إني الوحيدة بقلبه. أكيد أنتي بتعرفي منيح إنه أي جارية حلوة وذكية بتقدر توصل لقلب السلطان. ولا تنسي طول هالسنين كنتي عم بتحاولي تبعدي الجواري عن مولاه، مزبوط حكي؟ شو اللي صار بينك وبين أبوك؟ فيني أعرف أنت شو سويت؟ كله بسبب ابنك اللي دعمتي ووقفتي جنبه ليروح على مانيسا. عم يألف روايات عني حتى أسقط من عينه لمولاي. شو اللي بتقصده؟ وقت كنا بالصيد وقع عن حصانه وضيع طريقه، وقت لقيته كان بين إيدين قطاعين الطرق، أنا أنقذته لناكر الجميل. شو هادي اللي أنا عم بسمعه؟ طبعاً سليم نكر كل شيء وقال إنه أنا واحد كذاب، وطبعاً مولاي السلطان صدقه مثل العادة وخجلني قدام الكل. ومن وقت هالحادثة مو راضي يشوفني. وقت ليش ما أجيت لعندي وحكيت لي؟ شو اللي كان بده يتغير؟ كنتي كمان وقفتي بصفه ضدي. بيزيد، ماني ولد صغير أمي، كل شيء واضح ومبين إنه سليم المفضل عندكم. بس انت ما عم بتشوف الشيء اللي المفروض انك تشوفه يا ابني. ابوك بيحبك كتير ويمكن اكتر مني، حتى لو شو ما صار خلي هالشي مزروع ببالك، واوعى تشك للحظة بمحبته لإلك. بكرة الجمعة رح تروح تصلي وتحيي الأهالي مع الأمراء، ما هيك؟ سليمان، فيك شي؟ كمان بيزيد وضعه مو عاجبني، صار له فترة كل الوقت زعلان ومزعوج. بدل ما يزعل خليه يغير أطباعه بالأول. دائماً بتقليلي إنه تغير بس هو على ما هو، وكأنه عم يعمل معي هيك أصداً. أكيد هو عنده أخطاء، بس الذنب مو ذنبه لحاله. أنا بعرف قديش أنت بتحبه، بس هالشي هو ما عم بيشوفه، ولأنه ما عم بيشوف هالمحبة عم بيفكر إنك ما بتوثق فيه وما بتحبه بنوب. يعني قصدك إنه أنا يلي عم بدفعه للغلط؟ لا، ما هيك قصدي. بيزيد متعلق فيك كتير، ويمكن حبه لإلك قد هالدنيا كلها، ومن شان هيك كل شي عم يعمله بس مشان يكبر بعينك ويكسب ثقتك أكتر. بس مو هيك يا هويام، عناده وراسه اليابس عم يضايقني وعم يزعجني لدرجة ما بتتصوريها. تعبت من كثرة التفكير والخوف من انه يتورط بشي شغلة. الله لا يقدر يصير هيك. طول ما انت موجود فوق راسنا ما رح يصيبنا شي ابدا بإذن الله. نزعت لك مراقك ما هيك؟ لا، مزعوج لأنه عيوني عم بيضايقوني وقت أقرا. إذا بدك أنا بقرا لك، عيوني لساتهم حادين مثل عيون الصقر وأكتر. هلأ أنت ناوية تصير عيوني اللي عم شوف فيهم؟ أنا مو بس عيونك يا سليمان، أنا نفسك وروحك الموجودة جواتك. شو هي رستم؟ رسالة من أماسيا، بعت لي إياها رئيس الحرس، ومثل ما عم يخبرني قال سمو الأمير أمر آغا الجيش الانكشاري مشان يقتلني. ومين آغا الجيش هذا؟ علي آغا،
كان لازم نعزله من منصبه لما اجتنا الفرصة المناسبة يا سلطانة. خوفك ماله لزوم، مصطفى ما بيطلع بإيده يعمل شيء. القوة اللي عم تدعمه قوية، الجيش والبشوات والقادة، لازم نتصرف بأقصى سرعة. لا، ما رح نعمل شيء. هلأ عيونهم علينا، وأصغر غلطة بنعملها رح تكون مقتلنا. يعني ما قريتي شو مكتوب؟ بدهم يقتلوني يا سلطانة. لا تفكر إنه بهالبساطة رح يقدروا يقتلوا الوزير الأعظم. أنت خد احتياطاتك وبس. بس سلطانة. مولانا السلطان لسه لحد هالوقت مو نسيان قصة الاغتيال، ومتضايق منك كتير. وإذا خربت علاقتك بالجيش كمان رح تشوف حالك صرت وحيد. يعني يا سلطانة معقول أقعد وما ساوي أي شيء؟ بديك تحاول تسيطر على حالك يا رستم. تصرف بهدوء، وبديك تتذكر إنك وصلت لهذا المنصب لأنه أنت أشطر منه وأذكى بكتير. أوعك تنسى هذا الشيء. قلي رستم، في شيء جديد بخصوص شيخ الإسلام الشيخ زادة؟ لهلأ ما في شيء. هالموضوع كتير مهم، لأنه شيخ الإسلام بيأيد مصطفى وبيقدر يحرض العلماء والأهالي وحتى مولانا السلطان بسهولة ضدنا. ايه على الأكيد. انت شو صاير معك؟ بشو شارد؟ الموضوع واضح يا سلطانة، ما رح ارتاح قبل ما اخذ روح الملعون علي آغا. شو يا رستم باشا، نسيت شو قلت لك من قبل؟ كل ما الواحد طلع لفوق بتصير الرياح أقوى، وكل مرتبة بتاخدها رح تقربك أكتر من قبل من الموت. ولهذا السبب الشيء اللي لازمك مو الراحة، القوة. لازم تكون قوي لحتى ما تقدر الريح تحركك من مكانك. أنت لا تخافي، مو ممكن حدا يقدر يحركني من مكاني غير أنت ومولانا وبس يا سلطانة. عظيم، بشو عم بتفكر منشان الشيخ زادة؟ رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي مشان أعزله. ما في داعي نحمل النار بإيدينا يا رستم، خلي واحد غيرنا يعمل هذا الشي، واحد يكون أمين، واحد فينا نعتمد عليه بكل شي. مع أنه صعب كتير نلاقي هيك واحد، بس لا تخافي أنا رح دور على هيك حدا وبرد لك خبر. هلأ اسمحي لي سلطانة، لازم روح مشان شارك بصلاة الجمعة. سلطانة. سلطانة. رستم، أبو السعود أفندي كان هون شفته؟ عنا موضوع تاني أهم يا سلطانة. إجا رسول لعندي على الديوان من علي آغا، وقال لي إنه حابب يعزمني بكرة على مقر الجنود. إن شاء الله وافقت على هذا الشيء. انجبرت قبل عزيمته، لأنه إذا ما رحت رح يفكروا إني خايف منهم، بس إذا رحت بعرف شو رح يصير. شو ممكن يصير؟ أكيد ما رح يسمموك وأنت قاعد عم تاكل على سفرتهم. كل شيء ممكن يا سلطانة، إذا أخذوا روحي شو رح تقدري تعملي؟ مولانا رح يقطع راس كم واحد منهم وبتكون القصة خلصت، بس وقتها أنا بكون متت. عندك ثلاث دروع يا رستم، أول أنا، والثاني مريم، والثالث هو مولانا السلطان. والسهم يلي بإيد عدونا قد ما يكون قوي ما رح يمسك من دون ما يحطم بالأول هدول الدروع الثلاثة. روح لعندهم وأنت مطمئن. أدخل. مولاي، إجا نصوح أفندي وعم بيقول الموضوع مهم. خليه يفوت. نصوح أفندي. مولاي، سلطانة. خير نصوح أفندي، شو هالموضوع اللي كتير مهم؟ الأوضاع بالجيش الانكشاري ما بتطمن. اليوم صار في مشكلة كبيرة كتير بين رستم باشا وعلي آغا، لدرجة انه سحبوا السيوف على بعض. هدول عم يتجاوزوا حدودهم كتير بالفترة الأخيرة. وينو رستم باشا هلأ؟ هو بالديوان مع القادة مولاي، إذا بتحب بروح بناديله. هادي اللي كان ناقص. ما
ما بيكفي كل هالشكاوي عليه، لقوا فوقه رايح لعند الانكشاريين وساحب السيوف عليه هون. إذا وكيلكن المطلق عامل هيك شيء فلازم يكون في إله حق عم يدافع عنه يا مولاي. أنا عم حقق بالحادثة يا هيام، وأكيد راح يبين على مين الحق. مولاي أنت أدرى بمصلحة الدولة، بس مو بسهولة الواحد رح يقدر يلاقي رجل دولة مخلص وناجح مثل رستم. يا رب دخيلك. هلأ مريم بتكون مزعوجة كتير. دستور حضرة سمو الأمير بايزيد. مولاتي خبروني إنك حابة تشوفيني. سمعت إنك عم تتنكر وتنزل تتجول بالسوق، ومن دون ما تاخذ معك ولا حارس كمان. ماني ولد صغير يا مولاتي. ما دام هيك اتصرف مثل الأمراء. أنا عم حاول صلح خلافك مع أبوك وأنت نازل تتجول بالسوق. هوري جيهان شو كانت عم تعمل معك؟ هوري جيهان انكسر كمان، وحبيت انزل معه مشان تشتري واحد جديد. شو هالحكي الفاضي؟ في عنا 100 آغا، كيف بتتصرف هيك بدون ما تفكر بشي؟ ألف الحمد لله أنه ما حدا حس عليك غيرنا. أنت بتعرف منيح شو ممكن يصير إذا أبوك عرف بهالموضوع، ما هيك؟ إذا بدك أنت روحي وخبري، مو فارقة معي. قبل فترة سألتني ليش أبي ما اختارني واختار سليم ليستلم مانيسا، بسبب تصرفاتك. لهذا السبب أبوك ما اختارك لولاية مانيسا، معه حق. أصلاً ليش ليوثق فيك؟ شوف حالتك. الموضوع هلأ صار كتير واضح. الأمير اللي بقلبك واللي بقلب مولاي جناب السلطان الأعظم صار هلأ بمانيسا. روحي وحكي معه مريم، هو ما عم يسمع كلامي. انتي ليش عم تقولي عنه هيك أمي؟ بيزيد من يوم يومه حساس وانتي بتعرفي. بس عصبني كتير بعناده. انتي خليه لين وأنا بعدين براضي بطريقتي. مولاتي السلطانة، شو صاير عفيفة خانم؟ لقمان آغا إجا لعندي قبل شوي. سمو الأمير بيزيد بده يمشي، راح ودع مولانا السلطان وهو هلأ بالحديقة الخاصة. بيزيد هلأ طلع من القصر. ليش ما كان عندك علم يعني؟ بلا ايه طبعا، بس انا كتير انشغل بالي. يعني انت حكيت معه؟ خلاف بيزيد مع مولانا لازم ينحل بأسرع وقت، ومو بس مولانا ومع رستم كمان. انا كنت رح اسألك عن هاي القصة يا امي. رستم صار له فترة مو عاجبني، حاسسته مو على بعضه. مولانا مفكر انه هو السبب ورا محاولة الاغتيال، ولهيك متضايق منه. بس انت حبيبتي لا تاكلي هم، فترة وبتمر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت كيفك امي؟ حسب ما سمعت بلشت تجهزي جواري للسلطان. هذا مانو سر، الخانم بجناح المفضلات من كذا سنة وهني عم بيحاولوا يطعنوني بهالسكين هاي، بس ما حدا قدر يعملها. الظاهر هلأ إجا الوقت يلي صار لازم أقبل فيه بهذا الواقع، ولهذا السبب اخترت إني أخذ السلاح اللي بين إيديهن. يعني باختصار كل شي صار بإرادتي. سلطانة عملت لي خلطة من مجموعة أعشاب،
أنا متأكدة إنه رح تريحك. يسلموا عفيفة خانم. صرتي أحسن إن شاء الله. مرات بحس حالي مو منيحة، خاصة بالليل عم فيق وأنا عرقانة كتير، بس لا تخافي رح كون منيحة. سلطانة، سنبل آغا خبرني إنه الجواري جاهزين، بس أنتي لازم تختاري واحدة منهم لتروح لعند مولانا. في أي مشكلة يعني؟ بصراحة الأنسب إذا بعمل أنا هذا الشيء، لأن هالموضوع عم يضايقك كتير. أنت تحكمي بالسلطانة فاطمة، لأنه أنا مو حابة أرجع أعيش نفس القصص بنوب. صار لنا فترة ما قعدنا لحالنا، شو رأيك لو منروح كم يوم على قديرنا؟ فكرة حلوة كتير، بعدين هو الغابة راح يكون منيح مشانك. ادخل. مولاي اعذرني إذا عم أزعجكم، بس شرفت السلطانة فاطمة. خليها تفوت. أنا أسفة كتير إنه عم بزعجكن يا مولاي، بس الجارية ما عندها تجربة وما بتعرف الأصول أبداً. من فرحتها طلبت مني إني خبرك بهالشي. مولاي، جاريتك حامل. رح يجيك ولد جديد. إن شاء الله ألف مبروك يا مولاي. مستحيل خليها الولد هادي ولاد.